استقبلت عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل مولودتها الأولى معلنة عن ولادة غير متوقعة الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد ممثل عن نعومي هذا الخبر وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: لقد اختارتني نعمة صغيرة جميلة حتى أكون والدتها. ولم تكشف العارضة عن تفاصيل أخرى مثل اسم الفتاة أو تاريخ ميلادها أو حتى ظروف ميلادها، ولم يعرف أيضا كيف وأين ومتى ولدت، لكن أحدث صور لكامبل بما في ذلك الغلاف الذي أعدته لمجلة أزياء مرموقة يظهر أنها لم تكن حاملا، ومع ذلك لم تقدم أي تفسير عما إذا كانت الطفلة قد ولدت من بديل أو بالتبني. ومن الرياض ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع استشاري أول الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي. صباح الخير لك دكتور أسامة، وأهلا فيك اليوم. يعني دائما لما بنتحدث عن أنه امرأة بعمر 50 أو بعمر متقدم أنجبت، بتبادر إلى ذهننا المشاكل البيولوجية أو إذا كان في يعني أمور تمنع ذلك، ولكن من الناحية النفسية هل العمر البيولوجي للإنجاب مرتبط بنفسية المرأة بالعمر النفسي؟ شكرا جزيلا وصباح الخير عليكم وعلى مشاهديكم ومستمعيكم المتصفحين. طبعا أرجو أن لا نخلط بين الإنجاب والأمومة. طبعا الإنجاب عملية بيولوجية قد لا ترتبط بأي شيء آخر، والأمومة نفسها قد تكون غريزة في مرحلة من المراحل وقد تكون وظيفة في مرحلة أخرى، لكن يبدو أنه في حالة نعومي كامبل هو كان ضرورة أكثر ما هو شيء آخر. طبعا أكيد الاستعداد النفسي مش بس للحمل والولادة إنما للتربية المستقبلية. صحيح. أكيد أنت ملاحظة أنه دور المرأة المجتمعي اختلف عن دورها السابق. طيب يعني إحنا دايما بنحذر أنه يكون في سن مبكر يكون في زواج وحمل وحتى بكونش غير قادرة على تربية أجيال، ماذا عن سن ما فوق 50 أو في 50 من العمر؟ هل هي تنقص شيء من العاطفة أو يكون ناقصها حاجة عاطفيا، أم ده هيجدد فيها أشياء تانية؟ يعني هتحس إن هي شباب هتقدر تدي وتربي في هذا العمر؟ أنا أتفق معك أنه واحدة من أكبر مشاكلنا كانت سابقا هو الزواج المبكر والأمومة المبكرة بسبب عدم الاستعداد العقلي وعدم الاستعداد التربوي اللي ممكن تتعرض له المرأة للقيام بدور كبير زي تربية الأطفال. لكن الآن نلاحظ أنه في متغيرات أخرى مثل الزواج المتأخر أو الارتباطات المتأخرة مثل الأم العاملة والأم الوحيدة والهجرة والسفر، كل هذه الأشياء لم تكن محسوبة عندما وضعت نظريات تربية الأطفال. أنا أتفق معك على الطرف الآخر أنه قد تكون هايبر موديل مثل نعومي كامبل اختارت أن تعلن عن الخبر هذا في سن معينة، ربما لأنها مستمرة في كسر الأرقام لأنها حتى هذا العمر لا تزال هايبر موديل، وربما تريد أن تقول للآخرين أنا لا أزال متألقة حتى هذا السن واستطيع أن أقوم بدوري الغريزي. أو هي محتاجة تكون أم يا دكتور، وهو هذا الجزء الثالث اللي نتكلمنا عن الأم الضرورة أنه هي تحتاج أنه بين فترة والثانية أنه تثبت لنفسها أنها لا تزال تستطيع أن تقوم بمثل هذه الأدوار. لكن يمكن يجب أن نصارح أنفسنا، هل نعومي كامبل الآن ستكون أم مثالية؟ أعتقد هذا سنتركه للزمن أنه يحكم به، لأنه كثير من الأمهات مع شديد الأسف، وأنا لا أشمل الأم العاملة أو الأم الوحيدة، أنا أشمل الأم التي بعض الأحيان قررت أن تستمتع ببعض شبابها وتركت تربية أولادها إلى الآخرين. طيب بما أنك تتحدث عن الأم العاملة، يعني ما هو برأيك العمر المثالي من منظار علم النفس للإنجاب لنعطي الطفل حقه من كل النواحي؟ أنا أعتقد أنه مسألة العمر يعني مسألة اختيارية أكثر ما هي شيء آخر، لكن هو أعتقد العمر الأمثل بالنسبة لي هي عمر النضوج العقلي اللي يبدأ بعد السن 21 ولا يتوقف نهائيا، وشكرا للسيدة كامبل اللي أثبتت هذا الشيء. فإذا وصلت الإنسانة إلى العمر التي هي ومجتمعها يعتقد أن وصلت إلى مرحلة من النضوج العقلي واللي هو مع الأسف محدود برقم قد يكون جزافي اللي هو في العشرينات، لكن بعض النساء
قد تمر بفترات عمرية تجعلها أكثر نضوجاً، وخصوصاً اللي تمر بظروف صادمة أو تمر بالهجرة أو تجد نفسها وحيدة أمام المجتمع، قد تصل إلى مرحلة النضوج العقلي قبل الأخريات. هذا مو معناها أنه أي وحدة عاشت في رفاهية أو بحبوحة لا تستطيع أن تقوم بدور الأم، لكن ربما قد يكون المحك في هذا الموضوع هو كمية النضوج في الإنسانة، مش السن العمري، مش الرقم نفسه. نعم، إحنا وقتنا خلص دكتور، ودايما جاي أنت على الست العاملة شوية، لاحظ أن كلامك جارح بس معلش هنعديها المرة دي، يعطيك ألف عافية. شكرا. بالعكس أنا أقول أصلا الإمرأة كلام مبطن، في رسالة مبطنة. يعطيك ألف عافية استشاري أول الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي. شكرا لك. شرفنا. على الرغم من تخطيهن سن 40، لم تتخلى بعض النجمات عن حلمهن بالإنجاب، ليضفن إلى نجوميتهن وشهرتهن بريقاً آخر تمثل باختبارهن شعور الأمومة. فمثلاً أنجبت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي ابنها الأول وهي في 40 من عمرها، ورزقت ابنتها الثانية بعدها بخمسة أعوام وهي في سن 45. أما سلمى حايك وهي في 41 فكرت في مساعدة طبية للإنجاب، إلا أنها حملت بشكل طبيعي ورزقت بطفلتها فالنتينا. وأنجبت مادونا ابنها البيولوجي الثاني روكو وهي في سن 42. وإلى النجمة جوين ستيفاني التي وصفت حملها بطفلها أبولو بالأعجوبة لأنها كانت في 44. وتضيف ستيفاني أن تجربة الحمل في منتصف الأربعينات كانت مميزة جداً. وفي العام 2016 أعلنت جانيت جاكسون أنها حامل بطفلها الأول وهي في عمر 50.